بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على خير خلقه محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أعزائي المتابعين، أرحب بكم بعد طول غياب، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا، راجيا المولى القدير أنكم ومن يعز عليكم كما ودعتكم في آخر حلقة. وسنتحدث وإياكم في هذا اليوم عن ظاهرة مرضية طرأت مؤخرا على نخيل التمر بمحافظة القطيف في الجزء الشرقي من وطننا. وعندما نقول ظاهرة مرضية يعني أنها ناتجة عن مسبب مرضي أو كائن حي دقيق مجهري كالفطر أو البكتيريا أو الفيروس أو الفيتوبلازما أو الفيرويد، أو ظاهرة فسيولوجية أو طفرة وراثية. وهناك أمراض كثيرة واقتصادية تتسبب عن كائنات دقيقة، مثل مرض البيوض والعياذ بالله، ومرض الإصفرار القاتل، والإصفرار في السعف الداخلي للنخيل، والأعفان والتبقعات، كلها أمراض ناتجة عن كائنات دقيقة. هذه الظاهرة عبارة عن إصفرار شديد في سعف النخيل ثم جفاف. سنأخذكم جولة في هذا البستان حتى نشاهد وإياكم الأعراض على هذه النخيلة، أقصد النخيل المصابة، والمراحل المختلفة لهذا المرض. والهدف من وراء ذلك هو إعلامكم بوجود هذه الظاهرة حتى تتواصلوا مع الجهات الإرشادية الذين بدورهم يتصلوا بالجهات المتخصصة لتحديد هوية هذه الظاهرة والمسؤول عن ظهور هذه الأعراض على النخيل. كما نلاحظ هذه النخلة يوجد فيها أعراض أولية، الإصفرار الموجود على السعف القريب من تاج النخلة أو الجمارة، ثم يتطور هذا الإصفرار ليشمل معظم سعف النخيل. هذه نخلة في الطور المتوسط من الإصابة، إصفرار ما يزيد عن 50 إلى 70% من السعف مصفر. كما نلاحظ يبدأ الإصفرار من قاعدة السعفة في إحدى الجوانب باتجاه قمة السعفة، ثم يستدير الإصفرار ويهبط إلى قاعدة السعفة ليشمل جهتي السعف المصاب. هذه كما نلاحظ الإصفرار في وسط السعف القريب من الجمارة، أعمار مختلفة. هذه فسيلة بعمر 2، والنخيل السابق كان في عمر 6 سنوات، والنخلة الأولى كانت من صنف الخنيزي بعمر 7 سنوات. لاحظوا هذا الإصفرار، إصفرار فاقع وينتهي بالجفاف، يبدأ بسعفة واحدة ثم ينتقل إلى معظم السعف الموجود على النخلة. كما أن الرواكيب أيضا تصفر، والفسائل المتصلة بالأم المصابة أيضا لونها مصفر. كما نلاحظ هنا هذه الفسيلة عليها أعراض شبيهة بالأعراض التي على الأم، يعني هناك أمراض خطيرة، وإن شاء الله لا يكون هذا المرض منها، تحمل أو عليها نفس تظهر نفس الأعراض، مثل البيوض الذي ذكرناه الذي يتسبب عن فطر الفيوزاريوم اكسسبوريوم، وسلالة خطيرة جدا تسمى الألبيدينيز.
إن شاء الله طبعا هذا المرض لا يكون من الأمراض الخطيرة. نحن في البداية، هذه صورة مقربة لخوص على سعفة مصابة، نلاحظ تدهور مادة الكلوروفيل أو الأصفرار يشبه التبرقشات أو الموزايك التي يحدثها الفيروسات النبات تحدثها الفيروسات النباتية على الخضر والنباتات الأخرى. هذا الأصفرار في البداية يكون في جانب واحد من السعفة، ثم ينتهي إلى القمة، قمة السعفة، ويستدير باتجاه القاعدة ليشمل كل الخوص الموجود على السعف. يحدث أيضا ضمور في الثمار، وهذا طبيعي جدا لأن مادة الكلوروفيل هي المسؤولة عن البناء الضوئي وتصنيع الغذاء، فإذا اصفرت وجفت السعفة لا تقوم بدورها بتخليق الغذاء وتغذية الثمار لتكمل نموها. هذا كما نلاحظ الاصفرار، وأيضا هذا الاصفرار أو التبرقش يظهر على نصل السعفة أو جريدة السعفة في الجهة البطنية للسعف. هذه هي الأعراض بصورة مقربة، وهذه نخلة مصابة في مرحلة متوسطة، نلاحظ السعف الموجود في قلب النخلة مصفر، ثم تنتقل هذه الأعراض لتشمل بقية السعف المتوسط في العمر ثم القديم. طبعا تنتهي هذه الأعراض بجفاف المجموع الخضري بكاملة. لذلك هذه الظاهرة جديرة بالاهتمام، لأنه انتقلت من نخلة واحدة قبل شهرين ونصف حسب ما يذكر المزارع، ليصبح العدد تقريبا يزيد عن 10 نخلات الآن، أعمار مختلفة من سنتين إلى 7 وإلى 8 سنوات تقريبا، أصناف مختلفة. كذلك أصيب نخلة مذكر، يعني لا تميز هذه الظاهرة المرضية عمر أو صنف النخيل. هذه نخلة بعمر السنتين أيضا فسيلة مصابة بشدة، السعف الموجود في قلب النخلة جاف تقريبا، والصف الذي يليه مصفر بصورة كاملة مصفر، ويوجد عليه جفاف أيضا في الأطراف. يعني يجب أخذ عزلات من التربة ومن الجذور ومن أجزاء النخلة المختلفة، أقصد النخلة المصابة، للبحث هل يوجد مسبب مرضي، فطر أو بكتيريا أو فيروس أو فيتوبلازما، أم هو ظاهرة مرضية يعني فسيولوجية أو طفرة جينية. من يحدد هذه الأمور؟ مختبرات الوقاية المتخصصة، أن هناك إجراءات معينة يجب أن تتم وتقنيات يجب أن تتوفر، وهذه متوفرة والحمد لله في المختبرات التابعة لوزارة البيئة أو لكليات الزراعة والعلوم في جامعاتنا. يعني وهذا هو الهدف من وراء نشر هذه الأعراض أو توضيحها للمهتمين، مزارعين ومهتمين بزراعة النخيل ومختصين، ونحن على استعداد للتعاون مع من يرغب في البحث. هذه فسيلة بعمر السنتين، صنف خلاص أيضا مصابة بشدة، تبدو الأعراض واضحة، اصفرار شامل لكل سعف الفسيلة. هناك إجراءات يجب أن تتم
تطبيق قوانين الحجر الزراعي على المزرعة المصابة وتحديد مساحة انتشار هذا المرض، يعني الفحص في دائرة محيطة بهذه المزرعة، هذه نخلة مصابة بشدة أيضا من صنف الإخلاص وعمرها تقريبا 6 إلى 7 سنوات، يعني كما ذكر المزارع قبل مدة 2.5 شهر كانت نخلة واحدة من صنف الخنيزي، ثم انتقل المرض إلى النخيل المجاور. عندما نقول الحجر الزراعي يجب يفرض حجر على نقل الفسائل أو الرواكيب أو الجثائث أو أجزاء النخيل المختلفة، كذلك التربة، كذلك الآلات الزراعية التي تعمل في هذه المزرعة يجب أن تعقم وتغسل جيدا، هذه نخلة مصابة، وأيضا الفسيلة المتصلة بالأم مصابة عليها أعراض. هذا الاصفرار واضح، تقريبا الجمارة متضررة. عندما يتم تشريح النخيل المصاب تتضح كثير من الأمور، والعينات التي تفحص في المختبر ستبين. لاحظ الجفاف، ينتهي هذا المرض بجفاف السعف وموته. بحثنا في أكثر من مزرعة محيطة بهذه المزرعة ولم نلاحظ أي أعراض على النخيل الموجود. لاحظ ضمور وموت في الثمار، لأنه كما ذكرنا مصنع الغذاء هو السعف أو الجريد، وعندما يجف أو يصفر لا يقوم بدوره في البناء الضوئي وتخليق الغذاء الذي ينتقل من هذه من السعف إلى بقية أجزاء النخلة، الجمارة والثمار والجذع والجذور. إذن السعف هو مصنع الغذاء، وعندما يجف أو يصفر لا يقوم بدوره. لاحظ الثمار، يذكر المزارع قبل الإصابة كانت الثمار في حالة جيدة وعاقدة ووصلت إلى طور الكمري ثم توقفت. لاحظ جفاف العذوق، حامل الشماريخ جاف طبعا، أو العسق كما يسمى محليا، عسقة العذق جافة، وكثير من العذوق جافة بالكامل. هذه نخلة في إصابة متقدمة جدا، وصلت إلى مرحلة الجفاف الكلي، يعني تقريبا 100% بنسبة 100% من السعف. الأعراض واضحة، اصفرار تدريجي كما نلاحظ في هذه النخلة حديثة العدوى. هذه في البداية يكون في جانب واحد ثم ينتقل إلى الجانب الآخر من السعفة، ثم تجف وتنتقل إلى بقية سعف النخلة. كل هذا الخط تقريبا أكثر من 6 إلى 7 نخلات كلها مصابة، هذه مصابة بشدة، ثم والنخيل الذي على جانبيها أيضا مصاب. لذلك يجب أن تطبق قوانين الحجر الزراعي حتى نمنع انتقال المرض إلى مزارع أخرى، وحتى تتبين نتائج الفحوصات المخبرية إن شاء الله. كما ذكرنا نحن على استعداد للتعاون مع من يرغب، سواء من كليات الزراعة أو
المختبرات التابعة لوزارة البيئة. كل هذا الخط من النخيل عليها أعراض مختلفة المستوى، بعضها أعراض أولية والأخرى متوسطة وبعضها متقدم. كما نلاحظ بداية السعف القريب من تاج النخلة أو الجمارة أو القلب، ثم الصفوف الأخرى، المستويات الأخرى من السعف يجف. هذا الفلاح أو العامل يقوم بعزق التربة، لذلك نحذر أن لا يستخدم هذه الآلة في موقع آخر قبل تعقيمها، حتى احتياطا قد يكون المرض من أمراض التربة وينتقل مع الحبيبات. حتى الشخص الذي يمشي ويتجول في هذا البستان يجب أن يعقم، أجلكم الله، الحذاء بمحلول معقم لمنع انتقال الإصابة. آلة عزيق، مسحاة، منجل، عتلة أو الهيب، كل الأدوات، أدوات التقليم التي تستعمل في هذه المزرعة يجب أن لا تستعمل في مزرعة أخرى. هذه أيضا نخلة من صنف الإخلاص، عليها أعراض لإصابة متقدمة. هذه في عمر 8 سنوات، جفاف لسعف القلب والعذوق، حتى هذا العذق الأخضر الثمار ضامرة وعليه أعراض ذبول. الانتشار سريع لهذا المرض. لذلك هي ظاهرة جديرة بالدراسة والاهتمام والفحص. قديما وسابقا نحن نقول، والمزارعون القدامى في المنطقة يستغربوا، لم تعاني النخلة لا من حشرات ولا من أمراض، ولكن هذه الأمراض كنا نسمع عنها ونقرأ عنها في الكتب والمراجع، أصبحنا نراها. لذلك من هنا تأتي أهمية الحجر الزراعي. كما ذكرت، هذه الآلات التي تستخدم والوسائل من مسحاء أو أمشاط أو آلات عزيق أو مناجل يجب أن لا تستعمل في موقع آخر، قد تنقل الإصابة. كما أن الريب الغمر قد يساعد إذا كانت من أمراض التربة، المسؤول عن هذه الإصابة هو مرض فطري موجود في التربة، فالريب الغمر يساعد على الانتقال، حتى نتأكد ونتمكن من تحديد المسبب المرضي إن كان هناك مسبب مرضي. في الختام نتقدم بالشكر الجزيل لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نوافيكم بأي تطور، وإن شاء الله تطور إيجابي، ونطمئن بأنه ليس وراء هذه الظاهرة مرض خطير يؤثر على نمو وحياة النخلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.